إيماناً بقدراتهم في بناء الغد وبأنهم يبنون مستقبل سوريا بعلمهم ومواهبهم ويرسمون أمل الغد بطاقتهم وإبداعهم، توجهت محافظة دمشق بإقامة مشروع معسكراً تدريبياً نوعياً لمجموعة من أطفال المحافظات السورية. المشروع خطوة رائدة لاكتشاف المواهب الفنية ورعايتها بطريقة نوعية متخصصة، وذلك بهدف إيجاد أجيال قادرة على بناء مستقبل سوريا. لنحكي أكثر عن أنشطة المشروع والمعسكر التدريبي، أكيد بس أنا نرحب معنا بالاستوديو بالأستاذ أنس السباعي رئيس قسم الرياضة بمشروع بكرة لنا. صباح الخير. صباح الخير. سعد صباحك. أهلا وسهلا. سعد صباحك عن جديد. يعني خلينا نحكي عن المشروع، الخطوات الجديدة اللي عملتوها فيه ونحكي عنه هيك بشكل عام. طبعا مشروع بكرة لأنه هي مشروع وطني تم البدء فيه بعام 2014 بتوجيه الدكتور بشير الصبان محافظ دمشق، وكانت خطواته عم تتالى. بدأ ب 2000 3000 طفل بمحافظة دمشق، وحاليا في ضمن المشروع 30,000 طفل، فعم مثل ما بيقولوا عم تكبر وردتنا، عم تكبر شجرتنا، عم تثمر مواهب حلوين. طبعا فكرة المخيم اللي عم يصير او المعسكر خلينا نسميه اللي عم يصير بانه نضم كل اطفال سوريا للموهوبين بمشروع بكرة إلنا. نحن مثل ما بتعرفي بنهاية مرحلة التقييم تبع المرحلة الثانية لمشروع بكرة إلنا طلع عنا ما يقارب ال 680 او 682 طفل موهوب حقيقي بكافة الاختصاصات، فحبينا نجيب من كل محافظة عدد من الأطفال يشاركوا أطفالنا المتميزين ضمن مكان واحد، يعيشوا معهم نهارهم بشكل كامل، ياخذوا نفس النشاطات ونفس الشيء اللي عم يتقدم لأطفال دمشق من خلال المشروع على مدار العام، يعيشوا معهم أطفال سوريا كلهم هاي التجربة، يشوفوا قديش الطفل الموهوب بيعطي إضافة للمجتمع، بيعطي إضافة للمكان اللي هو بيكون فيه، بيقدر مثل ما يقولوا يصبغ لون حلو على المكان وعلى البيئة اللي هو فيها. فطلعت فكرة المشروع طبعا بتوجيه من الدكتور بشير، وقال انه بدنا نحاول نأمن لأطفال سوريا شيء حلو لحتى نقدر مثل ما يقولوا ننشر هذا المشروع بكل المحافظات السورية، ومن هيك اجت فكرة المخيم، وتم طبعا استدعاء وتوجيه الدعوة ل 10 اطفال او 8 اطفال من كل محافظه بالاضافه لمشرف ومشرفه، وانشانا لهم ضمن منشاه نادي المحافظه مكان يخيموا فيه مثل وقت كنا نطلع كشافات، نروح مثلا على الجبال على البحر على الضياء لحتى نستكشف فيه. عملنا هذا الشيء بنادي المحافظه، والحمد لله كان امبارح الافتتاح من الساعه 8 الصبح للساعه 12 بالليل، ونحن عم نشوف ضحكه الاطفال، رسم الابتسامه على وجوههم. نعم، يعني معسكر من 8 الصبح مثل ما قلت ل 12 بالليل، ببلش يمكن بالنشيد العربي السوري وكمان بيتخللوا انشطه كثير بتهم الاطفال. خلينا نحكي عن الانشطه، شو بتساوي يعني بعد ما يفطروا الاولاد او بعد ما يعملوا رياضه؟ خلينا نبلش بالانشطه ستيب باي. طبعا بداية نحن امبارح بلشنا بالوقوف دقيقة صمت على ارواح شهدائنا كونه عنوان المعسكر الوفاء للجيش العربي السوري. واكيد اهم شيء نعمله بهالوقت هذا اللي نحن عايشينه انه يكون في وفاء للجيش العربي السوري اللي عم يخلينا نكون موجودين على تراب الوطن وعلى تراب الجمهورية العربية السورية. بعدها تم عزف النشيد الوطني برفع العلم على السارية. بعد الاطفال مباشره اتجهوا للرياضه الصباحيه، كان في كوتش سالي عياشي عم تعمل لهم رياضه صباحيه لمجموعه الاطفال، عم يشوفوا شيء جديد شيء حلو. بعد الرياضه الصباحيه طبعا تم توزيعهم عن النشاطات، والنشاطات كانت متعدده، رياضيه اجتماعيه، كان في موسيقى رسم عزف. مين الكوتشات اللي عم يعطوا؟ الكوتشات مختصين طبعا، بدي اقول ما مشان ما اعمم 99% منهم اكاديميين مختصين. نعم. ضمن العمل من مدربين رياضه لمدربين موسيقى لرسم لكافه الاختصاصات، حتى اعلام عندنا كمان عم ياخذوا بعض الاطفال. امبارح انا اول مره بسمع النشره المسائيه من اطفال صار لهم يوم، يعني في شيء حلو ضمن المشروع. طبعا اللي علمهم هي النشره هن الموهوبين باطفال مشروع بكره النا. صار قعده بيناتهم واجتمعوا، صار انه كيف بدنا
نعم هذا الشيء، وطبعا كان في وقت منيح لألعاب التليماتش التنافسية، أخذت جو وطابع ترفيهي، رسمت ابتسامة أكثر على وجوه الأطفال. شفنا نحن كل المحافظات بما فيهم الرقة وإدلب موجودين أطفالهم على أي أساس وشاركونا، دعيتوهم؟ دعيناهم على أساس إنه هن محافظات سورية، إنه سوريا وحدة، إنه لا إنه ما تدفع في من أي جهة دعيتوهم جهة يعني؟ الفرق، محافظة؟ لا فرع الحزب بكل محافظة، مكتب الشباب كان وجهنا الدعوة لهم. طبعا مكتب الشباب بضم الرياضة والشبيبة والطلائع، فكلياتهم هدول تعاونوا مع بعض ليأمنوا لنا الأطفال، وكانوا متواجدين معنا الحمد لله وانبسطوا كثير. يعني وقت اللي بتشوفي امبارح كل أطفال سوريا مجتمعين، طب 13 محافظة إذا شلنا دمشق طبعا بالإضافة لل 13 محافظة الباقيين، كانوا عم يرسموا فعلا لوحة الخريطة، خريطة السورية. وقت اللي شفنا مثلا أداء النشيد ورفع العلم، شفنا كيف مبسوطين انه نحن كلياتنا واحد، انه كلياتنا على ارض سوريا، ان كان بالشام ولا بحمص ولا بحلب ولا باي محافظه سوريه، بس نحن مجموعين بمكان واحد اللي هو سوريا. طب خلينا نحكي عن جهوزيه الكادر الموجود طبعا بالمعسكر والخدمات اللي عم تتقدم ايضا للطلاب. طبعا من وقت اللي بيدخل الطالب لوقت اللي بيغادرنا ان شاء الله الاثنين او الثلاثه القادم، بتصور ما بينقصوا اي شيء من خلال تامين مثلا اماكن الاقامه والمنامه، كله مامن بكل الوسائل. طبعا في ورشات التنظيف لهذا الموضوع متواجده 24 ساعه بالنادي، ورشات الصيانه لاي شيء طارئ بصير معنا متواجده 24 ساعه بالنادي. كوادرنا الفنيه طبعا كلياتهم مثل ما حكيت قبل شوي اكاديميين متعلمين ضمن الاختصاص، عم يصير دورات بشكل دائم، خلينا نقول بشكل موسمي. رياضه واعلام وشو كمان؟ رياضه، موسيقى، اعلام، موسيقى، رسم. غناء، رسم، رقص، نحت، اشغال يدويه، يعني اي شيء. حتى اللي موهوب مثلا بشيء ما، انا مثلا بيجيكي طفل موهوب بالخطابه، بالكتابه الشعر، بشيء ما بعيد عن الرياضه، وهي كمان في لهم اشخاص يستقلوا هاي الموهبه. طبعا عم بحكي عن مشروع بكره لنا للاطفال، عم نعيشهم نفس الجو. يعني مثلا شفنا حدا من اطفال المخيم او المعسكر جاي مثلا وعنده قدره على انه هو يكون موهوب بالخطابه، فنحن بنجيبه لنفس الاطفال اللي موهوبين بالخطابه ضمن مشروع بكره لنا وبيمشوا مع بعض. وهذا الشيء اللي حكيت لك عنه امبارح بالاخبار المسائيه اللي عملوا لنا اياها، يعني حكوا عن كل النهار من 8 الصبح لل 10 بالليل، طبعا هي القصه صارت بطريقه كثير حلوه، وهن كيف من خلال تشاركهم مع اطفال مشروع بكره لنا الموهوبين. نعم انس، ما بعد المعسكر في حفل ختام مرحله وبدايه مرحله جديده، خلينا نحكي عن هالحفل وشو بيتضمن، وهو يعني رح يكون ختام لثمان مرحلة، خلينا نحكي عن هالمرحلة وافتتاح مرحلة قادمة. طبعا مثل ما قلت لك ب 2014 بشهر 4 افتتح الدكتور بشير الصبان أول خطوة للمشروع. بعد سنة ونص قدرنا ثمرة عملنا مثل ما بيقولوا، وختمنا المرحلة الأولى وافتتحنا المرحلة الثانية اللي هي ضمت عدد أكبر، كان العدد تراكمي، زاد العدد شوي شوي، وصل لل 9000 11000، وكان في انضمام بشكل رهيب للاطفال، عم تحسي انه فعلا شافوا شيء. هلا انت بتعرفي سابقا نحن كان حصه الرياضه يصادروا لنا اياها، ياخذوها مثلا للرياضيات، فيزياء، كيمياء، علوم، الرسم نفس الشيء، الموسيقى نفس الشيء، هي المواد هي موجوده ضمن البرنامج ولكن كثير كانت تروح، وتحديدا بس يقرب شهر الفحص بتلاقي هي الامور راحت. وقت اللي شافوا هذا المشروع عم يجي يعطيهم فعلا هي النشاطات اللي كانت عم تروح منهم، والطفل بتعرفي ليدرس اكثر ويصير انشط بالماده العلميه بده تفريغ طاقه، تفريغ طاقه بيجي من خلال ممارسه شيء بيحبه. فأنا موهوب برياضة، بحب الرياضة، لازم مارس رياضة لأدي شيء مثلا بمكان ما. بيجي طفل تاني موهوب بالموسيقى، فهي المواد وقت اللي دخلت على المدارس، مدارس دمشق اللي كانت المشروع عم يشتغل فيها، شفنا يعني عدد كثير كبير من الأطفال عم ينضم لهذا المشروع، وزاد صار تراكم العدد بشكل كثير كبير. نهينا المرحلة الثانية تقريبا في عنا 18000 طفل، وما عاد اتذكر بالتفصيل قديش كان الرقم. هلا نحن بنهاية المرحلة الثالثة في عنا المرحلة الثانية في عنا 30000 طفل، وإن شاء الله الأسبوع القادم بدايته غالبا يكون يوم الاثنين افتتاح أو إطلاق المرحلة الثالثة لمشروع بكرة لنا،
وبتصور رح نشوف لوحات فنية من أطفال المشروع تبع المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، يعني لوحات إن كان على صعيد الرياضة أو الفن أو الرسم أو أي شيء، رح نشوف لوحات فنية كتير حلوة عملوها أطفال المشروع اللي هن كانوا ثمرة ونتاج هذا المشروع. طيب يمكن أكيد كل حدا منكم مثل ما هن الأطفال بدهم يتأثروا بأساتذتهم، أنتم كمان في مواقف بتعيشوها معهم ما بتنتسى، في حالات معينة شفتوها بتستدعي الانتباه مثلا ما بتنسوها من الذاكرة، ممكن انتو تعلمتوا منها شيء كمان، قوة، صمود، اصرار؟ في كتير حالات طبعا، في شيء منا بينحكى على الهواء، في شيء منا ما بينحكى. بداية المشروع كانت كتير مؤثرة، نحن بلشنا ب 2014، تتذكري كيف كان الجو مانو كتير مريح، الأطفال عايشين إنه أنا مثلاً ببلد فيها حرب، ببلد عم يصير فيها تماما، صار كأنه كانت أريح كمان كله. لا أكيد، بس وقت اللي بلشنا صار مواقف مؤثرة كتير، بتلاقي مثلاً أطفال عم يلتقوا بمكان واحد، مو مثل اللي عم ينحكى على التلفزيونات المعادية طبعاً، إنه ما في جو اجتماعي، ما في ألفة، ما في محبة، لا فعلاً هذا المشروع ساوى هي البيئة الحلوة بالأطفال أو عند الأطفال. تأثروا كتير أطفالنا بشغلات سلبية بعام 2011، لا إجا عام 2014 طبعاً هاي الشريحة من الأطفال اللي شفناها صار مواقف كتير حلوة. مثلاً بتشوفي طفل عمره 7 سنين 8 سنين واقف عم يعمل مثل ما بيقولوا عم يلقي كلمة، بيقرأ طلب شي 5 6 أحرف طلع كتير حلوة منه، وصوته جهوري وحلو وجمهور، وما عنده أي يعني أنه أنا متلبك أو شي، لا بكل جرأة عم يوقف ويحكي شي. بتصور يعني نحن عاجزين عن أنه نكون مثلهم، كونه هن عندهم الموهبة. بتلاقي مثلا أطفال هن جايين من أماكن كانت خلينا نقول العيشة فيها صعبة، يعني أنت ما بتوقع أنه يكون هو موهوب بهي القدر الكافي من الموهبة يعني. وعم نشوف التعايش، عم نشوف الأهل كيف عم يجوا، مثلا بالبداية مثلا يكون رافض الفكرة، أنا وين بدي أبعت ابني، وين بده يروح، وين بده، وقت اللي عم يجوا الأهل يشوفوا الاهتمام، عم يشوفوا فعلا ابنهم عم يستفيد، عم يطور هاي الموهبة الموجودة عنده، فعم يكون في دعم كتير كبير من الأهالي. وأحلى شيء عم يصير بالمشروع هي التشاركية بين الأهل وبين الكوادر اللي عم تشتغل ضمن المشروع، إدارة المشروع، لحتى عم توصل يعني مثل ما بتعرفوا مثلا بيعدوا صبحيه نسوان، فابني عمل هيك، لا ابني كان موهوب هيك، لا عملوا، فعم يصير هذا التشارك. عملنا موقع تواصل اجتماعي بخص المشروع هذا، عم نشوف تعليقات كثير حلوه، كثير مبسوطين من انه الطفل فعلا صار في له وقت منيح عم يقضيه بمكان جيد، يعني بيطور موهبته. نعم. افضل ما يكون هو بمكان مثلا مسيء للطفل وللعائله. صحيح انس، اكيد نحن بدورنا بدنا نقول نوجه تحيه كثير كبيره لكل الكادر الموجود بمشروع بكره لنا، واكيد لمحافظه دمشق، يعني بدنا نتشكر كل الجهود يلي عم تبذل من اجل جيل نحن حاطين كل املنا فيه، وشكرا لكل خطوه عم تقوموا فيه يا أنس باعي، نحن كتير بدنا نتشكرك، وموفقين يا رب، وإن شاء الله بمراحل كتير متقدمة. طبعا بدي أتشكركم بدوري، ومشروع بكرة لنا أكيد مشروع وطني بيكمل بتشاركية أعلامنا معنا، وإن شاء الله يمكن نقدم هاي الرسالة وتكون حلوة، وبتمنى يعني اللي عم يشوفوا قديش في وفاء، فعلا وفاء للجيش العربي السوري اللي هو خلانا نكون موجودين هون. نعم. أكيد. شكرا.